السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في شهيوة بدقيقة في شوف تي في وشوف المرأة. اليوم إن شاء الله غنقدموا بيتزا بالبصلة معسلة وليزانشوا. الناس اللي بغاو يصيبوا ليزانشوا في الدار تقدروا غير تغسلوها مزيان، ترقدوها ليلة كاملة في الخل، والغد ليه تنشفوها ملحة، ديروا فيها الملحة الزعتر وشوية ديال الكمون والزيت البلدية وتخليوها في الثلاجة، وقت ما بغيتوا تخدموا بها غتلقاوها واجدة. ديالنا هي واجده كما كتشوفوا، بجوج ديال المكونات قدرنا نخرجوا وصفه بنينه ديال البيتزا، خصوصا الى صيبتوا لي زونشوا في الدار عندكم. تابعونا في وصفات اخرى وبصحه فطوركم.